هذه الدنيا ما تسوى، هذا ما معك إلا ما تقدمه أنت من عمل صالح وما تقدمه إليك. أعين لحنا اليوم وإحنا الحمد لله في هذه الأفراح وفي هذه الاحتفالات، فاليوم الوطني هذا والله يا جماعة الخير ألا يجد مرا بنا أيام وسنين وأزمنة في هذا الوطن، ولكن اليوم حين أعين لهذه النعمة وهذه النهضة وهذا الخير وهذا العلم وهذا التطور وهذا التقدم، التقدم هذا الزمان ما عندنا كأن الناس على آنيتها وعلى وجهها، الواحد يروح من الخلاء انكتح تقول طير من التعب، شقايا في هذه البلد وتعب ومحافظ على هذا الظند معاك ولا على هذا الثور لا يشتري منه ولا على هذا الكفه الحبه الحديد، يعني كان زمان والله زمان تعب وشقى وسرق وقلة حياة وقطع عن طرق وحالة لا يعلمها إلا ربنا، كلنا بجوع جيع، الناس يبغى يأكلون يعيشون، الجوع إذا الجوع نار والجوع الجوع يعني نسأل الله العفو والعفو. والله ما اليوم إلا الحمد لله قدر رز تحطه يأكل منه والباقي قليل حتى أنطب خم ثانية عقده موجود، والحمد لله الخير واجد والدنيا نعمة، فما هو والله الحمد لله الخير واجد وخير وخير خير، ربنا ما هو تقول وما هو تكلم وما هو، والله احنا في نعمة وفي نهضة لا يعلمها إلا ربنا، والوطن يستحق منا كثير والله يا جيل اليوم، أحمد ربكم ونشكره على اللي من ربكم الآن، أنا معاكم مر ذاك الزمن والآن في هذا الزمن، لا والله الفرق كبير كما بين السماء والأرض، أسأل الله أن يتم علينا نعمة ويحفظها، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا دائم في أمن وفي أمان واستقرار وخير ونهضة، عين لهذه الاحتفالات من سنة في سنة بهذا العيد الوطني أو اليوم الوطني هذا اللي تقوم كلها الدنيا مطاعم على شوارع على كل شيء، علشان ما هو علشان لهذا الجيل نعرفه، يعرفونه الحكومة تعرفه والدولة تعرفه بأنه كان عنده هنا وطن وما تلملم هكذا واجتمع وأصبح مملكة العربية السعودية إلا بعد جهد جهد وبعد حرب وبعد قلة حياة وبعد أرواح راحا فيه حتى أصبح هذه النعمة اللي احنا فيها اليوم، وأسسه الملك عبد العزيز الله يرحمه، يعني ولملموه ولم شملوا بعد ما كان الواحد ما يقدر يستعمل نفسه يروح حتى الدكة كان مقطع عن الطرق ومن مصرع، اليوم تهرع حرمة تسوق ديها في سيارة حرمة يا ربي، والله نلاقيهم حريق في سيارتها اللي رايحة تشمدرفيا واللي رايحة وغاد في ستر الله، والحمد لله الأمن والأمان مطلب ما بعده مطلب، هذه أكبر نعم من نعم ربنا سبحانه وتعالى، فوالله يا شباب اليوم وطننا، وأقولها ما هي عاطفة، ما هي عاطفة، والوطن يستحق عاطفة يستحق تضحية، أقولها مو عاطفة وله يعني مدح لوطني، الله قد مدح أحسن مني والرسول قد مدح أحسن مني، وأجعل هذا البلد آمن قرآن جاء فيه، فوالله وطننا لو تروحون كل أوطان الدنيا ما تسوى ليلة وأنت راقد فيه، ليلة راقد تكونه وما تكونت في أمن وأمان تسوى المساوي أم حرمة تجاره بنانا حتى بدر فيها تروح وتقدم وتجي والحمد لله، ومن اعتدى لعنه خيره ما في لا قلة، الحكمة واضح وبين كتاب الله وسنة رسول الله، ما عندنا لا فولة دورة ولا عندنا، فالحمد لله نقول الحمد لله، إلا واحد ضال طاغي هاي القم طريق، والحمد لله الدولة بفضل الله وتوفيقه الناس عادة حتى الآن تعاني من الإرهاب والمشاكل، ودولتنا ما شاء الله تبارك الله يعني الله سبحانه وتعالى عانها ويعينها لأنها في طريق الحق اللي على قول الله وقول الرسول ويحكم بشريعة الله خلاص ينام آمن ومبسوط بأمر الله، الله معه ومن يكون الله معه فلا غالب له، فأحنا ينبغي علينا أن نحن نحافظ على وطننا، وطننا فيه تقدم وازدهار وتطور وخير، ما هو أشرح ما أكب، أنا عايشت ذيك العصور وعايشت العصور الحاضرة،
لا والله فرق كما بين السماء والأرض مهما كان يعني. لا والله عين لهذا البلاط السيراميك اللي تمشي عليه، وعين لمطرحه من شوية ضفاع حق بقر ولا حق بيل وطين، عين لهذا السيراميك يتلامع في وجهك هكذا وحاله، وعين لبيت هذاك يمطر عليك مطر وهي تبيت بينهم مفادع بينهم وحاله، وتبيت يعني ها سادي حاخذه متكمل، متى يجيك هذا السارق ويسحب البند حقك، واللي شله مكفر بحب حقك، واللي شله عفرين عليك، واللي شله بلوه، يعني تبيت انت خايف على نفسك، خايف على بيتك، خايف على دوابك، بندقك اللي معه هذا اللي معه بندق، واللي ما فيه والله يقضي شربه زمان كل واحد يعني. فلا والله اليوم الامن والامان والخير والنهضه والتطور، اسال الله اسال الله في هذا الوقت بعد صلاة الفجر اللي طالع من المسجد أن يتم علينا هذه النعمة ويحفظها من الزوال، وأن يزيل كل من يحاول أنه يسيء إلى هذا الوطن سواء من أبنائه أو غير أبنائه أيا كان. أسأل الله أن يرد فيهم في نحورهم، وأن يتمم علينا نعمته، ويجعل لنا دائم في أمن وأمان واستقرار وخير، ويصلح أبناءنا وبناتنا وأبناء المسلمين وبناتهم وأحوالنا وأحوال المسلمين. وأسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر كل أعداء الدين، ويتم فرحنا دائم، وإن شاء الله نفرح بالوطن دائم دائما وأبدا في بلادنا، والخير دائم. وأسأل الله أن يتم علينا هذه النعمة. والله الحقيقة مهما قلنا ومهما عدنا، أنا شيبة هكذا تعبان، أرقص مع عم بيت تلقاني، أرقص من بلد وحدي تلقاني، وعالمي وحاجتي كلها مجمعة هذه عندي، والحمد لله أنا فرحة فرحة مهما عبرنا. والوطن دائم كله أفرح إن شاء الله دائم، ترى فرحة الوطن واسم الوطن دائم، يعني يجب علينا أن نحافظ عليه في كل شيء، وأن وطننا ما في شيء وهو في قلوبنا، مو شعار بس نلبسها هكذا، الوطن في قلوبنا يا مهلا، بس بشعار بشعار بس هكذا ولا كلمة نقولها، لا ينبغي علينا أن نحن نستشعر أهمية الوطن وقيمته ومعانيه ومن اللي أسسه، وأن نشكر كل الشكر ولاة أمرنا على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين ولأبناء الشعب الحمد لله. وأشيله اللي عندهم والله، وأقولها بجد، كل ما يكون عندهم وعلى أوضاع عندهم تمام التمام، ما يكبون المواطنين مهما كان، لأنه الحمد لله واجبهم قائمين به، عارفين أنهم مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. فنسأل الله العفو والعافية يا شباب، ونحافظ على وطننا، ويتم الله هذه النعمة علينا وما عدا قبول. واحتفلوا بالصلاة على النبي، احتفلوا كما أقول لكم عمكم أبو مطران اللي دائم في كل كلام وفي كل مناسبة يقول لكم احفظوا أنفسكم واحفظوا سياراتكم، حوادث هذه الواحد يعبر بحب الوطن، ما هو بقى التهور والسرعة وقلة الحياة والمشاكل. الله يصلحكم ويصلح جميع الشباب ويوفقكم ويهديكم وبس، ومع ذلك قبول.